طيب هتقول لي ايه رابع حاجة عايز تكلمنا عنها؟ اقول لك ان المسيحية عموما استشهاد في طاعة الوصية. كل واحد مننا بينفذ الوصية لدرجة معينة على قدر القامة الروحية. زي واحد يقدر يصوم 9 ساعات، واحد يقدر يصوم 12 ساعة، واحد يقدر يصوم للغروب، واحد تاني يقدر يطبق 2 3 أيام. كل واحد على قدر قامته، واحد يسامح شوية، واحد تاني يقدر يغفر لأي حد. طب ايه الفرق بيننا وبين القديسين؟ القديسين نفذوا الوصية حتى الاستشهاد، يعني لحد النهاية. طيب اصل دلوقتي احنا بنخاف من الوصية، والوصية بتوجعنا من جوة، احنا عايزين نشوف لها تحليل او نشوف لها مبرر. انا عايز اقول لك الكتاب المقدس بيقول على المحبة الى الميل الثاني والخد الايسر، بيقول لك عن الرحمة اعطاء الثوب الواحد مش كفاية، بل اعطي الرضا ايضا. كلكم فاكرين القديس اللي باع كتابه المقدس الغالي الثمن عشان يوزع بثمنه على الفقراء والمحتاجين. فجم يسألوا لي ليه بعت الإنجيل بتاعك؟ قال لهم لأن إنجيلي قال لي هذا. في إنكار الذات نحن نهرب من مجد العالم، نهرب من كل ما هو يجعلنا نقع في الخطيه. القديس ابو مهار فرح لما اتهموه ظلم، ولما عرفوا الحقيقه وارادوا له الكرامه هرب منها واختفى داخل الصحراء. محبه السيد المسيح هي اللي بتدفعنا للاستشهاد. الاستشهاد هو كل شيء، هو عبارة عن حب كامل، نندفع في هذا الحب حتى الدم. الذي يحبني يحفظ وصاياي. أنا عايز أقول لكم السيدة العذراء مريم جاز في قلبها سيف، وإحنا في عيدها كانت بتصلي. الناس اللي بس الصليب والشهداء كلهم بيجهلوا ويصلوا لهذه اللحظة. نطلب من ربنا ان هو يقبل الطلبة بتاعتكم ويقبل طلباتنا عنكم وانتم عننا.